قصص وحكايا نرويها لكم بأسلوب جديد. أسوق لك اليوم قصة قد تتعجب منها، يا سبحان الله يا سبحان الله. نجمع فيها بين الحب والتضحية والبذل والعطاء. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحبها كما يحب واحدة من بناته. والعظمة التي لا تكون إلا من العظماء. فر الرجال كلهم وتركوا القافلة كما هي، فغنم المسلمون القافلة كاملة. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. تزود وارتجي خيرا إذا جنت لياليها، إذا جنت لياليها. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.